نعم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في، بحضور عامل صاحب الجلالة هنا بمدينة مكناس وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. نعم مشاهدينا كما كتابوا معنا هو على المباشر من هنا من المسجد الحسن الثاني هنا بابن محمد، كانت مراسم صلاة العشاء وكذلك التسبيح والذكر لهذه الليلة المباركة. كتابعوا معنا الآن وعلى المباشر. وعدد كما كتابعوا معنا وعلى المباشر المسجد مملوء عن آخره. نعم مشاهدينا. نعم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا على المباشر، كانت هذا الدعاء اللي تم ختم به صلاة العشاء احتفاء بليلة القدر المباركة هنا بمسجد الحسن الثاني بحضور عامل صاحب الجلالة وكذلك رئيس المجلس العلمي هنا بالعاصمة الإسماعيلية وكذلك عدد من المسؤولين من بينهم شخصيات أمنية وعسكرية وكذلك عدد من ورئيس جماعة مكناس وعدد من المسؤولين كذلك المنتخبين كما تابعتم معنا وعلى المباشر مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في. شكرا لكم، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي، سوف ألف تغطيتنا المستمرة لهذه الليلة الكريمة. إلى اللقاء.